إذا أردنا أن نتمتع بصحة جيدة وتنعم أجسادنا بالعافية ولكي نتمكن من مقاومة الأمراض، فإننا نحتاج إلى نظام غذائي متوازن، متوازن أن يشمل البروتينات والكربوهيدرات والدهون والمعادن والفيتامينات. المعادن والفيتامينات نستمدها من الخضروات الخضراء والفواكه، وتمثل الخضروات الخضراء جزءاً مهماً من نظامنا الغذائي. ضروري أن تأكل خضاراً واحداً أخضر على الأقل يومياً. الخضروات الخضراء من المصادر الغنية بالمعادن والفيتامينات، وهي تفيدنا من حيث أنها تمنح أجسامنا المناعة، وبهذا تساعدنا في محاربة الكثير من الأمراض. والخضروات الخضراء غنية كذلك بفيتامينات معينة مثل فيتامين A وفيتامين B في الخضروات الورقية الخضراء، وبعض الخضروات يكون غنياً بفيتامين C مثل البروكلي، وهذه الفيتامينات تقينا العديد من الأمراض.